لا لا الا دقق الا دقق دقق يا ابو محمد دقق يا ابو محمد. يكون انسان ما انتبه وفعلا انا ما انتبهت او فلان غلطان وانت كذلك، هذه من 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 الحث على تعاونوا على البر والتقوى. نعم. قد يكون انسان في غفله، وقد يكون انسان عنده عذر، وقد يكون الانسان لكن انت مصيب، ولكن انت الان فضحتنا وعلمنا ابو علم علينا ابو راشد. لان الواحد يمكن في سجوده يمكن يطيل، يمكن يطول في ركوعه، واحيانا يمكن تطلع دعاءه وهو ساجد، او ما من الاحسن لان الواحد يكون في شيء من السريه وشيء من انا اقصد حتى ابو محمد لو شفت واحد صلى في المسجد وطلع ما صلى السنة لا تقول إنه ما يتسنن. أحسن الظن. نعم. يعني أنا أقصد إن نحسن الظن خاصة في الأمور العبادية، مو كل واحد يبغى ناس يطلع على عبادته. الثانية في الأمور اللي هو الخلوات، فما أحسن العبادة في الخلوة. سلام. وما أجملها، فالخبايا الإنسان يسويها أحيانا بعيدا عن الناس، تجد من الناس من يجلس في المسجد ما يصلي، ما يقوم يصلي إلا بعد ما يناظر ما عاد بقي فيه إلا واحد أو اثنين يقوم يصلي، ثم يخاف يقول واحد ها وراه واقف واجد. ومن الحكمة لأن الإنسان يكون وقوفه أمام الله سبحانه وتعالى، ثم ركوعه في نفس طول وقوفه، ثم سجوده في نفس طول ركوعه ووقفته. أحيانا بعض الناس لا سريع جدا في العبادة، وهذا له حق وهذا نصيبه من الله من الصلاة والله جعلها له. أما من يتأخر تلقاه ما يجي بعد صلاة بعد الأذان الفجر مباشرة، قد يكون يصلي السنة في البيت ثم يجي يصلي سنة دخول المسجد أو تحية المسجد تحية المسجد، وإن كان أحيانا شفته ما لا ما 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 صلى تحية المسجد لا تشك فيه، لأن قد يكون صلاها في فرض آخر. وبعض الناس يظن أنها تحية المسجد في كل فرض، لا أحيانا كذلك صلاة الضحى لا تظن الناس ما تصلي، ولأن الناس لا فالناس تدخل المساجد الكبيرة والجوامع التي تقام فيها الصلاة على الجنائز، تجد فيه ناس يعبدون الله، تستحي أنت أن تقف بجانبه، تستحي أن تقول تجي جنبه أنت. أنا أعرف من الناس يصلون الضحى الركعة الأولى أو الركعة، يصلي أحيانا الركعتين بسورة البقرة. لا لا يعني أنت وين حنا ما نجي عند هالقامات شيء، ولا حد يدري عنهم، ولا حد يدري عنهم، ولا قالوا لحد، لا قالوا لا ولد إلا يعني واحد فطن وكذا. يوم من الأيام أنا بعد صلاة الظهر في أحد الجوامع، إلا ذاك الرجل كبر بعد ما انتهى من الأذكار وكبر، وأنا جلست بعد مضي 20 دقيقة أو 25 دقيقة 23 دقيقة لا يسلم. وش تظنون هذا يوم يسلم؟ قرأ جزء كامل وهو الله في 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 سنة البعدية للظهر. لا يعني بعض الناس. وبعدين كانت بداية حلقتنا إلى أنك لا تكون لا أحسن الظن بالآخرين. الثانية هي لأنك أنت والله فعلا أنت أحسنت الظن، ولكن أنت من الذين قال وتعاونوا قال الله فيهم وتعاونوا على البر والتقوى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا وأنت كلنا نحتاج أحيانا تنبيه، أحيانا يكون عندي غفلة، أنا أحيانا عندي شغل ونسيت وذكرتني أنت لك الأجر. هذا هو أرسل رسائل يقول هذا والله من حبنا للخير لكم والله سبحانه أعلم وأدرى بما في النفوس، جزاكم الله خير، يقول ما قصرتوا نحن معكم قلبا وقالبا